أظهرت ثلاثة تقارير عرضتها الحرة الأسبوع الماضي موضوع تداعي البنية التحتية في المؤسسة التربوية العراقية، ففي الديوانية والمثنى كان هناك مراسل الحرة الزميل ميثم الشيباني الذي عاد بحقيقة عن أكثر من مدرسة من مدارس العراق، حقيقة للأسف لا تسر أحدا. للوهلة الأولى قد يفتح هذا المشهد شهية المشاهد للتأويل والتصور بأنه بقايا مدينة أثرية، لكن المشهد الآخر يعيدنا إلى الواقع، فنكتشف أن الهياكل الطينية هذه هي مدرسة الإمامة الابتدائية الواقعة في ناحية الشافعية بالديوانية التي أنشئت عام 2005. صفوف ضيقة تحبس أجساد هؤلاء الصغار تحت جحيم سقوفها الملتهبة صيفا والباردة شتاء، تجاورها كرفانات الإدارة. قدمنا طلب على بناء تواليت صحية، ما صورت كلف 50,000، يقول ليس لدينا رصيد. وليس ببعيد عن المدرسة الطينية فوجئنا بمشهد آخر من مشاهد التاريخ العراقي القديم، إنها مدرسة بيت المقدس الابتدائية التي بنيت من القصب، تخترق أصوات التلاميذ جدرانها فتتشابك الكلمات، والصورة أبلغ من أي كلام. مدير ناحية الشافعية أكد وجود مدارس أخرى في الناحية آيلة للسقوط على رؤوس طلبتها، فيما أكدت لجنة التربية في مجلس المحافظة وجود قرابة 60 مدرسة طينية في الديوانية، محملة وزارة التربية مسؤولية هذا التقصير. يوجد لدينا 60 مدرسة بدل طينية، وهذه المدارس لا تزال في حالة تزايد لأن عدد الطلبة في تزايد مستمر، وخصوصا في القرى والأرياف، بالإضافة إلى المدارس الآيلة للسقوط. تتحمل الوزارة ويتحملون المسؤولين بشكل عام سقوط المدارس الآيلة للسقوط على رؤوس أطفالنا. أنها المناهج الدراسية التي يستخدمها تلاميذ هذه المدرسة التي لم تحمل لوحة باسمها، وقيل أنها ملحق لمدرسة زهير بن أبي سلمى الواقعة في ناحية النجم بمحافظة المثنى، بنيت من الطين وشاءت الأقدار أن تكون بهذا الشكل البدائي، أطلال ترابية يجلس تلاميذها تحت هذه السقوف المتشابكة. بالنسبة لمجال التربية هتشوفه واضح قدامك بالصورة، هذا المجال التربية والتعليم. هاي بالنسبة للمجال القراءات، شوفها هاي قراءة صف أول، هاي شوفها هاي قراءة صف أول. احنا يجينا بالانتخابات البوستر الانتخابي بسبع أوراق، اكو بوسترات انتخابية بسبع أوراق ونص، المسؤولين دقوها، هذا قراءة صف أول. مدير ناحية النجم أكد أنه بصدد تبليغ المسؤولين بضرورة غلق هذه المدارس وأنه غير مسؤول في حال سقوطها، فيما أكد رئيس لجنة التربية وجود الكثير من المدارس الطينية والمتهالكة التي تعاني من نقص شديد في المستلزمات الدراسية، محملا الجميع مسؤولية هذا التقصير. كل مقصر، أنا من موقع مقصر، والسيد الوزير وزير التربية مقصر، وأنا التقيت بشخصه الكريم ونقلت معاناة المحافظة وهو يعلم. كثير من المدارس الآن طينية موجودة في المحافظة، كثير من المدارس المترهلة، بالإضافة إلى تأخير المناهج الدراسية، قلة القرطاسية، قلة مستلزمات دراسية. وفي الرمادي وبسبب غياب الحكومة المحلية هناك عن تأمين حاجات المواطنين، تبرع الأهالي في إحدى المناطق النائية لبناء مدرسة لأطفالهم. أهلا بها مدرستي، أهلا بكل أخوتي، كلمات ترحيب كتبت على جدار مدرسة الخالد الابتدائية المختلطة في حي أبو طه التابع لناحية السقلاوية ضمن محافظة الأنبار. هذه المدرسة بنيت من الطين وسقفت ببقايا الخشب وألواح الحديد بسواعد شبابها وبتمويل من ساكنيها لعدم استجابة الجهات المعنية لطلبات قدمت أكثر من مرة لبناء مدرسة قريبة داخل المنطقة ولم تلقى أي استجابة على حد قولهم. نتيجة معاناة أهل المنطقة قررنا نحن أهل المنطقة القريبين منها ببناء هذه المدرسة بعد طلبات لم تنفذ من قبل المسؤولين في المحافظة، فاعتمدنا على أنفسنا واعتمدنا على أهل المنطقة الخيرين منهم
وزارة التربية وفرت المستلزمات المدرسية من الرحلات والكتب والأغراض الأخرى إضافة إلى الكادر التدريسي، ورغم أن المدرسة تقع على بعد أمتار من مقبرة تضفي وحشة على المكان، إلا أن عدد طلابها وصل إلى 200 تلميذ وتلميذة. خلف الله على أهل المنطقة يعني اللي أنجزت هذا العمل، ولا لو على الحكومة والتنا كل شيء ما توجه. بالنسبة الطالب يجي تعبان وبالمطر وبالها حتى يدرس مرحلة أول ابتدائي يمكن ما يوصل السادس ابتدائي، وخلف الله عليهم هاي المقبرة قريبة علينا، حتى قبل ما يتخرج من المدرسة قبل يندفن بالمقبرة. دكتور علي، يعني كما تابعنا في تقريري الزميل ميثم الشيباني وتحديدا من تقريره في محافظة المثنى، أخيرا ورد فيه، وهذا مؤشر إيجابي طبعا، ورد فيه أن مسؤولا حكوميا عراقيا يعترف بالتقصير. ولكن السؤال هنا، ما معنى أن نتحدث عن قيمة التغيير وعن عراق جديد فيما دولته عاجزة عن بناء مدارس تليق بالحد الأدنى من المستويات الإنسانية؟ شاهدنا يا أخي الكريم يعني هذه التقارير التي يتحدث كل منها عن معاناة أطفالهم كالملائكة. نود نحن يعني الأكبر سنا أن نباهي بهم الأمم، يعني نود أن ونتطلع إلى هذا حقيقة، أن يكونوا أو أن يقودوا عراقا مزدهرا، ولكن كيف يقود هؤلاء الأطفال الذين لم يروا منظرا واحدا يدعو حقيقة إلى الراحة؟ كل هذه المعاناة يتحملها أطفال بعمر الزهور، هم كطيور الجنة يذهبون صباحا في طرق لا تستطيع حتى الحيوانات أجل الله المشاهدين أن تخترقها. كيف يخترقها هؤلاء الأطفال يعني مع بالغ الأسف؟ هل يقبل أحد من المسؤولين، بالرغم من هذا الاعتراف الجميل الذي شاهدته لأحد المسؤولين في تربية مدينة ومحافظة السماوة، هل يقبل أحد المسؤولين أن يرسل أبناء أو أطفال إلى مثل هذه المدارس؟ هل يقبل وزير التربية أن يرسل بأطفال إلى هذه المدارس؟ العراقيين كانوا مأخوذين حقيقة يعني بفكرة العدل الإلهي، محاولة يعني محاولة الحصول على قادة عادلين هم يضاهون علي بن أبي طالب عليه السلام، لكن الواقع أثبت أن لا أحد يعني علي غير موجود، وأن ينبغي علينا لبناء دولة أن نبني دولة مؤسسات، دولة قوانين تحاسب وبشدة كل المقصرين. أين ذهبت أموال العراق خلال 7 سنوات؟ جزء كبير منها ذهب منافع اجتماعية مع بالغ الأسف. هل كانت منافع الاجتماعية يعني أموال المنافع الاجتماعية قاصرة عن أن تبني مدارس بدل المدارس الطينية؟ لا بأس أن يعني أن ندعم كل جهد للمجتمع المدني، يعني مجتمع يرى أن الوزارة عاجزة ويقوم ببناء مدرسته، لكن العراق غني أموال النفط، أين تذهب؟ يعني هذه للأسف دكتور علي حقيقة للأسف أن موضوع كهذا يحيينا إلى مزيد من الأسئلة. يعني كنا نأمل حقيقة أن نستفيض كثيرا في الحديث عن هذا الشأن، ولكن للأسف أدركنا الوقت. من مدينة النجف أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة القادسية دكتور علي وتوت، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.